ربنا يأذي المؤذي، وربنا ينتهي من اي حد بيفكر انه يضايقني او يعمل لي حاجه تعجل تعقل لي حياتي. الخادمه حرقت باب اوضه نوم نرمين الفقي عشان تسرقها، وحادث سرقه الفنانه صفاء ابو سعود كشف عن سر خطير وهو جوازها من ثري عربي. الفنانه فيفي عبده نزلت ستوري على انستغرام في 2019، قالت ان الشغاله الفلبينيه عندها سرقت مجوهرات فيفي من بيتها، وكانت 5 كيلو جرام تقريبا، وقالت انها قبل ما تسرق المجوهرات بوظت كل كاميرات المراقبه في البيت، وكل ده رغم ان فيفي عبده كانت بتعاملها معامله كويسه. الفنانه صفاء ابو السعود قالت ان الخادمه بتاعتها سرقت 219 قطعه مجوهرات قيمتها كانت بتعادل 25 مليون جنيه. وقت انتشار الخبر ده الموضوع أثار الرأي العام بخصوص إن صفاء أبو السعود جابت كل الثروة دي منين، وده كان سبب مهم في الكشف عن إن صفاء أبو السعود كانت متجوزة ملياردير سعودي هو الشيخ صالح عبد الله كامل مالك قنوات روتانا وشبكة راديو تلفزيون العرب ARTE. وخادمة إفريقية حطت مخدر للفنانة المعتزلة نور أفقدتها وعيها، وبعدها سرقت الخادمة لابتوب وتليفونين ومبلغ مالي. أما الفنانة نرمين الفقي قصتها غريبة شوية. نرمين متعودة لما تخرج برا البيت بتقفل أوضتها بالمفتاح، طب الخادمة تعمل إيه عشان تفتحها؟ استغلت إنها موجودة لوحدها في الشقة، راحت عملت حريقة قدام باب أوضة نوم نرمين عشان تحرق الباب وتقدر تدخل الأوضة. دخلت وكسرت الخزينة وسرقت كل المجوهرات والذهب، وكانوا عبارة عن 3 خواتم ألماز وحلق ألماز وطقم ذهب ومجموعة ساعات ذهبية وإكسسوارات ذهبية، وسرقت كمان 36 ألف جنيه و 3000 دولار و 150 يورو. الفنانة أصالة وطارق العريان برضو سرقوا في مبلغ 70 ألف جنيه من فيلتها في التجمع الخامس. الفنانة هالة صدقي برضو سرقت، واكتشفت ده بعد ما رجعت من فرح قرايبها، وكانت مجوهرات قيمتها 800 ألف جنيه. الخادمة النيجيرية للفنانة منى فضالي سرقتها وهربت وفص ملح وداب، ومحدش عارف عنها حاجة. كمان لقاء الخميسي اتسرق منها 3 خواتم ألماز في 2014. اتعرضت الفنانة نانسي عجرم لعملية سطو، وكانت نتيجتها إن الحرامي اتقتل على إيد جوزها الدكتور فادي الهاشم. وآخر حادث سرقة كان من أيام، وتعرضت له الفنانة دينا الشربيني بعد ما نشرت الفنانة منى فضالي بوست عن اختفاء خادمتها وإنها احتمال كبير تكون اتخطفت، لكن تم الكشف عن إن دينا الشربيني بلغت عن الخادمة دي وهي نفس خادمتها، لأنها سرقت من دينا الشربيني مجوهرات من بيتها، والعاملة جاري التحقيق معاها، والمؤسف إن أم الخادمة توفت لما جالها خبر إن بنتها اتقبض عليها بسبب سرقة. أما عن قصة اختطاف الخادمة فدي قصة مفبركة وغير حقيقية ألفتها وروجت ليها أخت الخادمة. دي كانت بعض حوادث السرقة اللي تعرض لها الفنانين من الخادمات. قولولنا إيه أغرب حادث سرقة عرفتوه؟